هذا الفيديو، وبالتأكيد في بعض الردود هنجدها ونسترسل ونكمل حديثنا. تمشي. نعم. بقيت انت النهاردة خدت فلوس، كملت المبنى الإداري، ابتديت تكمل إنشاءات الشيخ زايد. خلي بالك احنا بنتكلم في الأرقام دي. نعم. من غير 63 مليون او 67، مش عارف الرقم بالظبط، مجنبين من الشيخ زايد ليس لك حق. فانت لما تحط اشتراكات الشيخ زايد انت مالكش ولا انت لك لا انت عندك فائض 50 مليون باعتبار ان انت هتاخد كل حاجه. ولو استبعدت ال 26 مليون فانت عندك حوالي او 27 مليون فانت عندك حوالي لا بتوع الحاجات المشكوك فيها فانت عندك فائض 30 مليون. برضه ما تقدرش تيجي تقول انا هعمل برنامج اجتماعي بس، لا انت مطلوب منك برنامج اجتماعي، برنامج اقتصادي، برنامج استثماري، برنامج رياضي متكامل، رؤيتك لتسويق النادي الاهلي. انت النهارده بتتكلم في اقتصاد في النادي الاهلي، احنا بنتكلم في مبالغ مش صغيره. احنا النهارده بنتكلم ان اخر عقد رعايه كان 230 مليون جنيه بتقييم سعر الدولار ساعتها، النهارده بنتكلم ان المعادل ليه حوالي 600 مليون. فالمفروض ان انا ببني فوقه وبحاول اوصل عقد الرعايه ل 750 مليون ان ما كنتش اقدر ازود كمان. ليك 67 مليون جنيه في حساب الشيخ زايد كاش. 67 مليون جنيه دول انت ما تقدرش تسحبهم لحد ما الشيخ زايد يفتتح. احنا كنا شغالين في الشيخ زايد. استاذ كامل، راي حضرتك ايه في هذا الكلام؟ لا انا ماليش راي، انا عندي الورق، انا ما بتكلمش، انا مش هعلق على كلام حد. انا عندي الورق، عندي انا حسب ما سمعت 67 مليون جنيه كاش. 67. عندك 67 مليون جنيه كاش في كيف؟ انا اللي عندي استلام النادي الاهلي في 31/3/2014 حساب بنك مصر فرع النادي الاهلي للجزيره في كل ما يخص الشيخ زايد 860,447 زائد المليون عندي انا قبل كده بقى في قبليها في الاخر لا الاولانيه اللي قبليها لا اللي قبليها كانت 1,580,600 ده البريد. يعني احنا لو وضعنا ال 860,000 على 1,580,000 تبقى طبعا الحساب 2,300,000 تقريبا كده هتجيب 2,200,000 او حاجه. بص بقى حضرتك على الميزانيه اللي هي ايه بند النقديه اللي هي جت قبل كده في الصوره. بند ده اجمالي بقى. الميزانيه دي المجمعه اللي هي الصفحه اللي لوحدها. دي المجمعة. دي في الاخر مجمعه الميزانيه 2,441,140 دي ميزانيه مجمعه 3 مليون دي 2,400,000 ولا لا دي 3 هي مكتوبه 2 بس هي 3,441,140 حساب بنك الشيخ زايد في 31/3/2014 اللي هو استلام كل النادي. يبقى ما فيش 67 وما فيش 20 وما فيش الحاجات دي كلها. وبعدين طب الارقام يا فندم يعني بناء على ايه يعني؟ لا ما اعرف يعني. لكن في الاخر خلينا نقول انا هنسى الكلام ده كله اللي هو المعتمد ده كله هنساه. انا النهارده بقول 67 مليون جنيه عندي في الشيخ زايد ماشي. طب ما بنيتش الشيخ زايد ليه؟ ولا هم فجأة جم بالليل صحينا لقيناهم موجودين ما لحقناش نبني؟ عندي 67 مليون جنيه في الشيخ زايد ما بنيتش ليه؟ ده احنا المرحلة الأولى بتاعت الشيخ زايد اللي احنا خلصناها كلفت 54 مليون جنيه. يبقى أنا عندي 67 مليون جنيه وساب الشيخ زايد كده 3 سنين؟ يعني في كلام ما ينفعش يتقال. أنا شايف إن يعني أنا راجل بتكلم في أرقام، ما ينفعش إن أنا أقولها كده. يا إما أنا بقول كده متعمد، يا اما بقول كده وانا مش عارف شغلي، والاثنين اوحش من بعض. فانا ما ينفعش ان انا لازم اتكلم قصاد الجمعيه العموميه، لازم ابقى واضح وصريح وكلامي مظبوط. ما ينفعش ان انا اقول ارقام مش سليمه. كاش يعني كاش، ميزانيه فيها بند بتاع كاش، فيها 67 مليون ولا فيها 4 مليون؟ هي انا كمان في حاجه انا متوقف عندها. استاذ خالد الدندلي كان امين صندوق مظبوط؟ يعني أنا النهاردة عايز أتوقف عند حاجة. أنا الميزانية بتقول إن أنا استلمتها كله 3 مليون وين. النهاردة لو أنا سألت الأستاذ خالد الدرندلي وأنا افترضت وأنت لا تكذب سيادتك الميزانية موجودة 3 مليون وين ودي اللي استلموها الناس بالمركز المالي المجلس الجديد، أين باقي ال 67 مليون اللي سيادتك بتتكلم عنها؟ لان ده خطير جدا، يروحوا فين؟ يا اما حضرتك الذاكره خانتك، يا اما تقول لنا انتوا كان عندكم 67
وسلمتهم ل 3 مليون. بالظبط. انا اللي سامعه في التلفزيون دلوقتي هو اللي انتوا جبتوه 67 مليون جنيه كاش نقديه كاش. ما اصل كل كلمه في الحسابات ليها لا لها معنى. كاش يعني كاش يعني نقديه. نقديه دي بتجب كل الحاجات عندك، سواء حساب كاش جاري، سواء ديبوزيت، كل حاجه كله في كلمه تحت البند. فانا كل اللي انا بقوله يا جماعه مش لازم نستخف بعقول الناس. انا طالع مش عشان انتخابات مثلا اقول اي كلام، لا الصح يتقال بس. يعني ده بس على النقطه دي. وهرجع اقول برضو انا الشيخ زايد احنا شفناها هو كلها. هو في عرض، هو دلوقتي معروض الشيخ زايد لما استلمتوه حضرتك. والشيخ زايد الان دلوقتي الشيخ زايد، انا رحت الشيخ زايد شفته وهو كده، انا شفته وهو كده اللي ورا الرمل انا شفت، لان انا من ساكني جنبيهم، فانا شفت الشيخ زايد كده. هو ده، هي كان مبنى متشطب من بره وسور ورمل. تمام. فده ساعة احنا ما جينا استلمنا، هو ده بالظبط، هو ده ساعة احنا ما جينا استلمناه. هنا بقى بداية البنى لما ابتدينا وعملنا المظلات هناك اللي هي هناك ديت وكده، وابتدى الشغل بقى زي ما انت شايف ده كل ده ابتديناه احنا. بتعتبر دي كلها المرحلة الأولى اللي اتكلفت 54؟ اتكلفت 54 يعني كل ما عليه الشيخ زايد الآن هو مرحلة أولى. بحمامات سباحة؟ لا المرحلة الأولى من غير حمامات سباحة، المرحلة الثانية كانت حمامات السباحة. المرحلة الثانية بحمامات السباحة. احنا إلى الآن المشروع كله احنا صارفين فيه 144 مليون جنيه. المرحلتين بحمامين، مرحلتين بكل حاجه 144 مليون جنيه. لما احنا زاد فلوس زايد، لما احنا 144 مليون جنيه بقى احنا لما جينا. لا انا عايز اقول على حاجه، يعني دي من الفلوس المخصصه لزايد، يعني ما زال بند كل ما ياتي من زايد يصرف على زايد. لا مجرد ان انت فتحت العضويه، لا مجرد انك فتحت النادي فرع شيخ زايد خلاص كله بيدخل على بعض. يعني المرحله الاولى فقط الانشاء هي اللي كانت بتصرف عليه منه. بالظبط. بعد كده من ميزانيه النادي ككل. بالظبط. لكن احنا لما جينا ما كانش في اي حاجه في الميزانيه، فكنا بنصرف من فلوس النادي. تمام. كنا بنرد كمان عشان نبقى واضحين في الكلام، احنا كنا بنرد، لان الشيخ زايد لما احنا جينا المفروض كان تم تحصيل، كان في حوالي 900 وشويه عضويه، 950 عضويه او حاجه كده. لا 2014 كان 900 لما احنا جينا. 950 حاجه كده. ال 950 عضويه دول كانوا دافعين حوالي 80 مليون جنيه. 80 مليون جنيه دول منهم 37 مليون جنيه هتدفعوا على اقساط بشرط ان النادي يكون اتشغل، لان انا لما اجي ادفع مقدم النهارده ومفروض اجي ادفع اقساط، مش اجي ادفع اقساط على رمل، لازم يكون فيها، لازم يكون النادي اشتغل. والدليل على كده ان احنا لما جينا، ودي على فكره مشكله كبيره هقول لك هرجع لك عليها تاني، 37 مليون دي المفروض تكون اقساط، وحوالي 43 مليون جنيه كاش دخلوا النادي، 43 مليون جنيه كاش اتصرف على الشيخ زايد، 16 مليون جنيه من ال 43، 16 مليون جنيه في انشاءات، حتى في انشاءات. يعني احنا لما جينا ال 144 يستطيع ان هو يستكمل باقي الاقساط. بالظبط. ال 144 مليون جنيه اللي انا بقول عليهم كتكلفه الموضوع كان مصروف منهم 16 مليون جنيه ساعه ما جينا. 16 مليون جنيه دول اتاخدوا من 80 مليون جنيه اللي بقول لك عليهم. نعم. خلينا نقول مش 80، هنقول 43، دول الكاش اللي دخلوا، صرف منهم 16 مليون جنيه على الشيخ زايد، غالبا هم البنى المبنى والسور والكلام ده. الباقي ما اقدرش اقول هم اتصرفوا على ايه، لان ما اتصرفوش على الشيخ زايد، غالبا انهم اتصرفوا على النادي. نعم. يعني اتصرفوا بقى مثلا شراء لعيب مش عارف ايه، وده ما كانش صح، لان زي ما انت عارف لا الشيخ زايد. لا انا اتوقف عند دي 80 مليون اللي كانوا موجودين من ال 59، من ال 950 عضويه. 80 مليون اتصرف منهم 16 حضرتك قلت اتصرف منهم. لا خلينا نجزئهم الاول، انا عايز اجزئ عشان ما عدهاش. 80 مليون جنيه، خلينا نشوف الكاش، لان التانيين دول انا عايز اشوف الكاش. الكاش كام؟ التانيين دول مديونيه على العضو، الله اعلم هيدفعها امتى، اتسدد ممكن تبقى مسكوك فيها في يوم مشكوك او كده. تمام. بالظبط. فانت بتتكلم في 43 مليون جنيه. 43 مليون. 43 مليون جنيه دول اتصرف منهم 16 مليون على الشيخ زايد. الشيخ زايد اللي هو قيمه البنى اللي احنا شفناه ده. تمام. ماشي. اللي فاضل لو المفروض
لو هو ما اتصرفش يبقى موجود في الخزنه. ما هو لازم بالظبط. احنا النهارده ما عندناش في الخزنه غير 3 مليون 2.5 حتى. طب دول يبقى راحوا فين؟ دول بقى غالبا اتصرفوا على النادي، يعني ممكن يكونوا اتصرفوا شراء لعيبه حاجه في النادي، اي نشاط اي وده مش صح. اقول لك ليه مش صح، لان اصلا المفروض ما تصرفش الفلوس دي غير على الشيخ زايد، ده واحد. اتنين، ان العضو وده حصل ابتدوا الناس تيجي لان مفيش حاجه بتتبني. احنا جالنا حوالي 30 عضو خدوا فلوسه، 30 عضو استرد الفلوس، الفلوس. لان مفيش حاجه بتحصل، مفيش حاجه قائمه، حس ان هو الموضوع مش موجود. في اكتر من قدهم ويمكن اكتر منهم اتفاوضنا معاهم لما جينا قلنا لهم يا جماعه ادونا فرصه 6-7 اشهر وانتوا هتشوفوا اختلاف، لو شفتوا اختلاف خليكم، لو انتوا مش مقتنعين هنديكم فلوسكم. وفعلا الناس دي كملت معانا، فدي كانت مشكله. لان انا النهارده لو انا ما عملتش الشيخ زايد، الفلوس اللي انا واخدها دي كلها المفروض ارجعها للاعضاء، فدي كانت هتعتبر مديونيه عليا، ان انا المفروض ارجع لهم 43 مليون جنيه، لان العضو دلوقتي جاي انا دافع فلوسي انا عاوز اشوف النادي، فما فيش نادي. طب انا دلوقتي في حاجه، 43 مليون انا اعتبرهم دول ايرادات بيتحطوا في جانب الايرادات، لما انا خدت 16 مليون منهم حطيتهم في جانب المصروفات، فاضل عندي 27 مليون جنيه المفروض يبقوا موجودين في بند الايرادات، تمام؟ 27 مليون جنيه دول اللي هم حضرتك بتفترض ان هم ممكن يكونوا اتصرفوا على اي شيء تاني، لان احنا كده. طيب، لان لو ما اتصرفوش هلاقيهم في الخزنه. ما هي اي، ما انا مع احترامي لسيادتك، ما انا لما بصرف يعني انا في جانب الفلوس نازلين ايه؟ يعني الفلوس دي نازله ازاي؟ يعني انا لما لا مش نازله انها موجوده في الشيخ زايد. انا عايز افهم دي، ما انا النهارده لما اجي اسويها ازاي؟ يعني انا اخذت 43 مليون كاش صرفت منهم 16، ال 27 مليون المفروض يكون ظاهرين في ميزانيه الشيخ اللي هي الميزانيه الخاصه بالشيخ زايد. ميزانيه الشيخ زايد 3 مليون وايه؟ طب الفرق الفلوس دي فين؟